السؤال اللي جاي عند أحمد وإيمان وآية وبيقول: إمتى بتستخدمي عزلكم في التحوير على جوزك؟ لما تعوزي فلوس؟ في خروجة بنات؟ لما تحرقي الأكل؟ ولا لما تشكي فيه؟ تيك تك جاوبي. خروجة بنات. ما تتحورش كده تاني. لوسي طيب ماشي. في خروجة بنات. اوكي. افتحوا لنا على الست اللي سافرت دهب دي. ايوه. يا ترى حاطين اكتر حاجه والله بحبها، اعمل ايه؟ طيب معاكي العوامه ولا ايه؟ انا طايره هنا لوحدي. طيب احنا سالنا فريقك، قلنا له امتى ايمي بتستخدمك في التحوير على جوزها؟ لما تعوز فلوس؟ لما تشك فيه؟ لما تحرق الاكل؟ في خروجه بنات؟ لما تحرق اكل. لما تحرق اكل. للاسف الاجابه غلط، وهم هيولعوا فيك دلوقتي. ما بتحورش اصلا عليه. لا بالراحه يا استاذ. ما بتحورش عليه حضرتك، فانا اخترت اكتر حاجه مش مؤذيه. يا ماما هي قالت دلوقتي لما تحب تخرج خروجه بنات بتستخدمك علشان خاطر تكتي بيكي من البيت. ايه ده انت قلت بتحور عليه في ايه؟ ايوه دي احد الاجابات. خروجه بنات يعني هي بقول لك ايه؟ اقلعي اللي انت لابسه في عينيكي ده. انا مش فاهماكوا على فكره. عايزه ايه بقى؟ نعم. ثانيه واحده، انت قلت هي بتحور عليه في ايه؟ هي بتحورش عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ماشي. اقل حاجه بقى الاكل، يعني لو حرقت اكل هتقول ما حرقتوش. طب انا مالي؟ هي جاوبت وطلعت ان هي بتحور عليه. بستخدمك انت في التحوير في ايه؟ سهلة. هي فاهمه السؤال بس مش فاهمه الاجابات. تمام. على العموم يعني في الفاصل اللي هقعد معاكي واحكي لك. خليكي رافعه انت اخترتي ايه؟ لا لسه ما اخترتش. بجد؟ ايوه. هتبتدي تحور اهي. طيب كده السكور معانا التحدي حتى الان، اسامه وايه ومحمد معاهم 45 نقطه، واحمد وايمان وايه معاهم 20. التحدي سخن والتحدي مولع، ولسه عندنا اخر تحدي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل التحدي الاخير. هذا البرنامج برعايه